السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أخبار اليوم مساكم خير؟ طيبين تمام صح سلام معكم مكس بلاك حمد 187 اكس من قناة اليوم جاب لكم كنت جديد ونكمل تفتيح بكتشات إن شاء الله. نقول هذه المرة المقطع هذا إن شاء الله يكون في حظ، المقطع اللي قبل جانا مندي وتسليك والأشياء ذي، بس إن شاء الله هذه المرة حظ لا بارك الله بالحظ، حسبي الله عليك الحظ. فيمينيز أوه جاب مع تعريف الجديد، كويس كويس، نقدر نقول ها نفتك من قرف بل منك، اعطاني من قرف بل التشكيله الاسبانيه. انا والله العظيم شوف هنا انا ما اقدر اقول شيء، والله هنا ما اقدر اقول شيء. عراب السابع، عراب السابع ما اقدر اقول في شيء، في شيء كان شيء صعب التصوير بس ما ادري عاد. عراب السابع، عراب السابع ما اقدر اقول في شيء. يا كاريل جنبك مواطنك، بفتح البكش ذا ابو 82 خلاص طفشت، انا اروح منك هنا. يا كليني كليني بكيه بنيدر هذا، نقول يمكن يمكن يجي واحد كذا بالغلط يشتري. في مقطع بتيك توك يقول والله ما خبرته ولا علمته، هو جاني لحد دربي. خلصنا من قويك، ازبل كنت جانا هذا. انا قاعد اجمع فلوس والله، قاعد اجمع فلوس والله. تدج قلبي قام يعورني يا عيال. جوتا دياغو جوتا، حتى لو نزلت السوق هو بشعار برشلونة مو بجايب قيمة، لا هو بشعار برشلونة ولا هو بشعار السيتي، حتى شعار ريال مدريد كذا طيرته. بدها خربانة خلاص، طيب الحين اخوان الحين تتوقعون العويس تغير صار مع نادي الهلال هنا. يا قلبي يا قلبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. من اليوم قاعد احش مفتك مرتاح، ما طلع لي مبكتش، طلع لي الحين. المفروض اللعيبه السود اللي ينزلون يرجعون ثاني مره يحطون بكجات، يعني اللي حقين تشكيله الاسبوع، ولا اللعيبه اللي قدام اللي ينزلون بالاهداف كل جمعه.
المفروض يحطونهم على الاقل يعني ممكن تسلك الامر. قلت زميلك كنت ما جاني، جاني الحين. يا اخي يلعبون عليك بالنار ذي اللي حاطينها والفعاليه ذي اللي مسوينها. اها دبي مين بيه اذا كان منتخب بلاده طلع من البطوله عوار. ما انت جايب ما انت جايبين قيمه، ما حد يبي لاعب من الدوري البرتغالي ولا حد يبي لاعب من سيلتا فيجو. في باكجية هنا قوية تتوقعون الحظ يكون فيها يعني؟ أويه يابا لما رحت له خلصت البكجات التسليكية كلها، بكجات السلك خلصت. والله شكلها خلصت، أنا شكلها حزاب. هذا يقولون يجيب قيمة، يقولون هذا كان ممتع بالجزء اللي قبل، كان أتوقع أنا كان ظهير حقي، كنت دائما كل ما يطلع لي بدرافت آخذه. اصبر لحظة عندي فكرة. خربانة خربانة والله، خربانة خربانة عيال والله، خربانة خربانة. ابي ذا اللي 85 اللي من اليوم انا قاعد ادور حوله. زين كويس يلا قلب اهم شيء، شيء افضل من لا شيء. انا اخوكم الواحد ايش يبي من الدنيا هذه؟ ما يبي من الدنيا ذي الا الاجر. رجعت بكجات السلك. يعني حتى الدنوراما ما فيه. علموني من الحين. هذا رقم جو، هذا رقم جوالي عندكم، دقوا علي. قولوا لي الو يا محمد. ما في، ما هن معطيني كل لاعب من تشكيل السنة ولا لاعب كويس. هذاك لاعب، لاعب مكرر ما ينباع عشان ما تترزق الله ولا تبيعه ولا شيء. دقوا علي عادي، ترى شركتي ايه، ترى والله رقمي ترى عادي، رقمي سهل ترى، ما عندي مشكلة. أنا دقوا علي كلموني قولوا لي يا محمد ترى بني معطينك لاعب كويس، والله ما فيها شيء، والله ترى رقمي والله ما هو صعب، والله عندي سوا وموبايلي وزين. دقوا على أي واحد منهم عادي، راضي والله أرد عليكم، والله لو أنكم بشمال الصين برد عليكم، والله أرد عليكم والله. يا اخوي والله العظيم يا ليتني بعد وصلت 250 بعد. شوف لا كويس، قربنا. انا اتاكد نشوف مع تيبك جات سلك. عشر مدافع كلهم بيطلعون تحت 80، ولا واحد فيهم بيكون كويس. لكم اللي تبون
تنبيبي رفيق نجاح زميلك وانت ستونز. لا لا تعطى جيب قيمة انت. سامويل سامويل امتيتي عشر لاعب وسط دعمه مو بأزرق ولا حب أبيض ما بيه توني قاعد أحش فيك والله توني قبل شيء قاعد أحش فيه يجيني بكت لا بارك الله في اللعبة عندي إحساس أن في باكج بفتحه وبيطلع لي منه لعب كويس أنا أشوف الباكج ده ما خاب من قلبك ما خاب من قال يا رب حتى ما يلمع والله استغفر الله يا رب استغفر الله يا رب استغفر يا عيال لا ذلي والله العظيم ما ادري بالضبط ماسكين على شيء هم اللعبه دي يعني عشان كثر ما سبهم ولا كثر ما العن فيهم كذا قاعدين يطلعون علي بالشيء ذا ترى والله العظيم تراني مواطن صالح يعني الحمد لله بر بوالدي ترى لو تبوني اخلي امي تجي تفتح البكجات عادي ما عندك مشكله اصور مع امي سناب تعرفون اني انا انسان صالح اروح عند ابوي اصور عنده يبان انا انسان صالح ولا لا بار فيكم ولا لا اسال والديني ترى ما عندك اي مشكله يعني تقدرون عادي تقدرون يا ايه تزورون بيتنا حياكم الله ترى بنقهويكم يعني ما راح اطردكم ترى من البيت والله العظيم ترى ما بالعكس بستقبلكم بنذبح لكم ذبيحه بعد لما شالتكم الارض تشيلكم عيوني 22 لاعب نحطهم بالسوق ولا واحد منهم راضي ينباع يا رجال اخر باكج وقفل على السوق قفل على السوق اخر باكج قفل على السوق قفل على السوق قفل على السوق قفل على السوق لايك كومنت تفضل سبسكرايب قنتر لايك كومنت تفضل سبسكرايب نشوفكم ان شاء الله بمقطع ثاني لعل عسى ان شاء الله المره الجايه تضبط ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته